تلاحظون هذه الآفة الخطيرة على النبات وهي آفة تبقع الاصفرار في الكرعيات، لكن العلم ابتكر نوع جديد من أنواع التقنيات الحديثة في الزراعة، وهو ما يسمى بالأفواك البلاستيكية أو الشاش الزراعي الذي تلاحظونه خلف الآفة الصغرى. هذا النوع من الأفواك البلاستيكية يقي النبات من عمر 7 يوم إلى عمر 45 يوم من عملية أي آفة أو أنواع الفراشة أو أنواع التربس والمن والجسيد الذي يسبب نقل لفيروس التبقع الاصفرار عن طريق الفم، لأن هذا الفيروس يعيش في فم الحشرة، في فم الحشرة، وبالتالي ينتقل من نبات إلى آخر عن طريق عملية الانتقال. ولكن هذه الأفواك البلاستيكية شكلت نوع من الحماية الطبيعية لهذا المنتج الذي تلاحظونه خلف الآن في الصورة، وبدأ انتشارها الآن في تهامة، وذلك بفضل الله ثم فضل التقنيات الحديثة التي أوصل بها كثير من المهندسين الزراعيين، وأيضا ميول كثير من الزراعيين المزارعين رغبة في عملية حماية النبات من تلافي الخسائر خلال الموسم الزراعي. ذلك ننصح الذين يتبعوا هذا النهج أن يكون نباتهم هذا الذي الآن يحتوي على هذه الأمراض بعملية الأنفاق التي تلاحظونها. ولكن هناك مشكلة أخرى لهذه الأنفاق، هي عملية الإصابة بالأمراض الفطرية، لأن الأنفاق تعمل عملية حجز للرطوبة، وبالتالي تشكل خطر كامل في حال وجود أي غوب أو أي غيمة، وبالتالي انتشار مرض الفطري. لذلك ننصح المزارعين بعملية الرش للمبيدات الفطرية من مرحلة إلى أخرى للنبات عن طريق المبيدات الفطرية، ليس إلا واستخدام الاستسميد الأرضي عن طريق أنابيب أو شبكات الري. كان معكم المهندس محمد حجر، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.